السلام عليكم، ده الماس بتاع كي جي 1 ان شاء الله. هنبدا بكمبليت. دي بنحلها ازاي؟ بتبقى نمبر 1 2 3 4 5 6. يبقى احنا بنحل الكمبليت ازاي؟ بنمشي الارقام، بنمشي النمبر كده بالتدريج 1 2 3 4 5 6. اوكي، بعد كده هندخل على السؤال التاني. ده ماتش، ده هيبقى ايه؟ بنشوف النمبر، النمبر اللي شبهه، يعني هنا 1 2، هنا 3 4 5 6. فعملنا ماتش. طبعا هما لو حابين يبداوا من اول نمبر 1 4 6 عادي، انا بس حبيت ان انا ابداها لكم من 1 ل 2 علشان يبقى بالتدريج زي ما الاولاد حافظينها. واتس افتر، واتس افتر دي النمبر اللي بيبقى افتر النمبر ده على طول، يعني واتس افتر 3 4، واتس افتر 5 6، واتس افتر 2 3، واتس افتر 1 2. يبقى واتس افتر ده الافتر النمبر اللي بيبقى افتر على طول 3، واتس افتر 3 4 5 6، واتس افتر 2 3، واتس افتر 1 2. count 1 2 3. بنعد الشيب، كل الشيب اللي في او الاشكال دي بنعدها. هنا عندنا 1 2 3، يبقى 3. عندنا تاني، هنا عندنا 1 2 3 4 5. عندنا هنا 1 2 3 4، نكتب 4. يبقى كاونت ان احنا بنعد، بنشوف عدد الشيب، عدد الاشكال اللي عندنا، زي هنا 1 2 3 بس كده. السلام عليكم.